ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين في كل مكان عشان نكمل فقرات برنامجنا النهارده. تاني فقره معانا النهارده فقره بتهم يعني الجنس الناعم شويه. قلنا ندي نص المجتمع شويه كده حقه من خلال ضيفتنا النهارده خبيره التجميل استاذه اسماء فهمي. اهلا بحضرتك. عايزك ببساطه كده في الاول تعرفينا بنفسك. معاك اسماء علاجات، خبيره علاجات البشره والشعر وتجميل. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. طبعا احنا في فصل الصيف معظم الناس في مصر بتعاني من البشره وتقلباتها والتهاباتها والحاجات اللي بتحصل دي، وخصوصا السيدات من المجتمع. يعني عايزك تشرحي لي ببساطه كده يعني ايه اسبابها وبتحصل ليه، وهل هي اسباب لان في بترجع على حسب نوع البشره نفسه ولا ايه بالظبط؟ هي البشره عندنا بتكون مختلفه عن بعضها. كل نوع بشره ليها معامله خاصه. طبعا مع عدم المعرفه ان احنا ازاي نتعامل مع البشره، هو ده اللي بيسبب الالتهابات في البشره او بيسبب الغمقان بسبب المنتجات اللي بيستخدموها خطا. تمام. كل بشره طبعا ليها حاجات معينه واهتمام معين. كويس. البشره الدهنيه هي من اخطر البشره اللي بتتعب جدا، ومن احسن البشره، يعني هي منتقده نفسها شويه، يعني ليها بشره مش بتعجز بسرعه. ليها ميزه وليها عيب. وهي بشره مشكلتها بتبوظ جدا من الشمس. ليها معامله خاصه عن البشره يعني على انواع البشره المختلفه عنها زي العاديه او المختلطه. هي بتكون عليها عامل شويه، او الكاميرا بتكون عليها شويه بالنسبه للعلاجات. تمام. الحبوب بتكون منتشره فيها جدا. طبعا في ناس بتتعامل خطا بالنسبه للادويه، بالنسبه لل الايد بيكون فيها ميكروب ممكن تلعب في البشره. المنتجات اللي بتستخدمها ما تكونش على علم هي تستخدم ايه للبشره، فبتستخدم مش عن طريق استشاره طبيه يعني. بالظبط كده. فبالتالي بتحصل حاجات في البشره ممكن تؤدي الميكروب. تمام. فالميكروب ده بيكون ده بالنسبه للبشره الدهنيه. تمام. دي اكتر بشره طبعا بتمرض بالميكروب ده، بيعشش في المناطق اللي هي زي الخدود والدقن اللي هي المنطقه دي بالظبط. هو بيركز على المنطقتين دول يعني. ما بيركز على المنطقتين دول، هو بيروح ويجي خلال الصيف بالذات، يعني يمكن في الشتاء بيهدى شويه الميكروب لان هو بعيد عن الحراره. طول ما الحراره متسلطه عليه زي حراره الشمس او البوتاجاز او ايا كان، بيبقى نشط شويه وبتنتشر الحبوب. بالتالي طبعا احنا بنعمل تفريغ للمكان ده تماما، وبنبتدي نتعامل تفريغ يعني بشكل جراحي؟ بشكل جراحي. بنفرغ الاماكن دي تماما، وبعد كده بنشتغل على البشره لحد ما ان احنا نحول الدهنيه دي لبشره نوعا ما عاديه، بس بعد طبعا مجهود. يعني هو التدخل الجراحي ده اللي حضرتك بتعمليه بيحول نوع البشره من نوع لنوع؟ طبعا، بس هو بيكون كورس كامل للعلاج. ما بيكونش طبعا من يوم وليله او كريمات او ده، بيتدخل فيه الليزر، بيتدخل فيه الديرما، بيتدخل فيه حاجات كتير جدا وبادويه معينه تحت استشارتنا احنا. ده بالنسبة للبشرة الدهنية. البشرة العادية طبعا دي من أحسن البشرة اللي هي أنا دلوقتي. هي دي من أحسن البشرة تقدر تتعامل معاها، يعني مهما تعاملت معاها بقسوة شوية هي مش بتشتكي. بتستقبل كل حاجة، بس مشكلتها بتكبر شوية، يعني بمعنى بتكبر يعني بيبان عليها. نعم. بتعجز بسرعة يعني؟ بتعجز بسرعة، بيبان عليها خطوط التجميل. احنا قدامنا صوره دلوقتي الفرق بين الصورتين دلوقتي، ممكن حضرتك تشرحه لنا بقى. هي البشره دي كانت مجهده جدا وفيها تصبغات قويه جدا. دي كانت من اول جلسه زي ما شايفين الصوره كده التصبغات راحت. كنا عملنا جلسه درما قويه جدا، بس قبل جلسه الدرما عملنا نتواج اللي هو نتواج فيشيال سبع مراحل، وفرغنا البشره تماما من الدهون والشوائب اللي هي مخليه البشره منهكه. وبعد كده اشتغلنا ديرما بادويه معينه بفيتامين معين، وديناها كورس انها ازاي تهتم بالبشره. ودي كانت نتيجه من اول جلسه، يعني دي كانت من يعني النتيجه او الفرق اللي احنا شايفينه دلوقتي كان من اول من جلسه. من اول جلسه. الاستاذه هنا اتفضلي. الو. الو، صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اكلم دكتوره اسماء؟ اتفضلي، استفسار حضرتك اتفضلي، يا معاكي. انا بس كنت عايزه اول حاجه ازيك يا دكتور. اهلا اهلا يا هنا.
انا كنت بس عايزه احكي تجربتي سريعا مع دكتوره اسماء واشكركم على الاستضافه الحلوه دي في البرنامج. بصراحه انتوا بتفيدونا كتير جدا جدا. اهلا بيكي. انا كنت من سنه بالظبط كان شعري متهالك جدا جدا، وكنت بعاني من الهيشان ومن التجاعيد، وانا فعلا مش عارفه السبب، لان انا من الناس اللي ما بحطش خالص سشوار ولا بعمل فير كتير في شعري. فتوجهت الدكتورة أسماء، وكنت انا بقى بقترح عليها حلول، يعني مش عايزه حلول سريعه طبعا. تمام. وحلول مش صحيه خالص. فهي فعلا اقنعتني بجلسات ترميم وجلسات فيلر، وانا بصراحه كنت شايفه ان لا، انا عايزه حل سريع. فهي قعدت تقنعني وقعدت تفهمني، وبدانا بالفعل في الجلسات. وكنت اكتر حاجه بعاني منها هي الفراغات، يمكن يعني كل الستات في مصر احنا بنعاني من الهيشان الفظيع والفراغات والتساقط. تمام. فهي فعلا قعدنا مده ما لا يقل عن 9 شهور او يعني اكتر كمان. وانا كنت مرات بصراحه بلتزم في الجلسات، ومرات لا، حسب يعني الحياه، طبعا حضرتك عارف الحياه والظروف. ففعلا جابت نتيجه، يعني نتيجه مهوله جدا جدا. ما شاء الله انا لقيت الفراغات يعني انتهت تماما، والتجاعيد اللي في شعري يعني هو اتفرد، مش هقول طبعا بقى خلاص ليس بقى، بس رجع لطبيعته زمان. يعني حاسه ان هو رجع بقى فعلا صحي جدا جدا. واخدنا وقت، بس كان النتيجه كانت مهوله، وكانت انا نفسي مش مصدقاها. استاذه هنا، احنا بنشكر حضرتك، شرفتينا. اتفضلي. احنا كنا بنتكلم في التصبغات اللي في البشره، دي من البشره الدهنيه. استاذه اسماء اتفضلي. الو، الاستاذة اسماء، الاستاذة اسماء، طيب هيجيبوها تاني. اتفضلي. البشرة دي من البشرة طبعا الدهنية جدا، اللي صورتها طلعت على الشاشة دي دهنية جدا. البشرة دلوقتي شبه ان هي ايه، ما بنقولش ان احنا خلينا منها دهون، ولكن بقت افضل بكتير من الاول، من اول جلسه. ولسه مستمرين في العلاج. يعني هي بدأ معايا من 10 ايام يعتبر. عملنا الجلسه، ما شاء الله في خامس يوم او سادس يوم من الجلسه واضح تماما. يعني ده الجلسه الاولى، وده الفرق من 5 ايام. يعني عملنا الجلسه يوم السبت مثلا، كان يوم الخميس ده الفرق بتاع البشر. طيب انا عايز يعني اعرف من حضرتك، النتيجه لما تكون سريعه ومؤثره، ده بيكون نتيجه ان اللي بيعمل الخطوه دي حد متخصص، ولا نتيجه علاج هو؟ حتى لو انا ما رحتش مثلا الدكتور او خبير او حد، وانا رحت مثلا لصيدلي ولا حاجه وقال لي خد ده، ممكن صادف كده ويقول لي خد ويطلع كويس معاك؟ لا طبعا، هو لازم متخصص، هو اللي بيحدد ده، لان هو شغل درما. ولازم سوري، لازم ممكن تكون في معلش انا اسف، في ناس قطاع كبير ممكن ما يعرفش يعني ايه درما. يعني ممكن حضرتك توضحي بس الاكسبريشن ده للناس؟ هي درما يعني. بين دي عباره عن جهاز صغير فيه سنون، عدد من السنون بيمشي على البشرة بجل معين. طبعا تمام. كل مرض في البشرة له جل معين او له دواء معين. تمام. بيمشي على البشرة، بيفرز كمية الفيلر والبوتكس اللي هو الطبيعي في البشرة، والبلازما. تمام. بيفرزها بصورة قوية جدا، فبالتالي بيديني نضارة. تمام. وبيديني صفاء للبشرة، ان البشرة مستخبي منها ده. هو ممكن يعني اكمالا لكلام حضرتك، في صوره معانا دلوقتي معروضه، دي صوره هنا اللي كانت بتتكلم من شويه. دي صورتها. الشعر اللي على اليمين ده كانت بعد جلسات، يعني كده الشعر كانت صحته بدات معايا تبقى صحته كويسه. يعني اللي على اليمين هو بعد اللي على اليمين كان بعد الجلسات. بعدين صورنا في نص الجلسات، وبعدين ابتدينا بقى نصور المراحل. يعني هو كان أسوأ من كده جدا، وبعد كده دي المراحل بقى اللي هي قبل الاخيره، الصوره الثانيه. يعني هو الشعر كمان دلوقتي افضل من الصوره الثانيه. يعني هم الصورتين دول هم اللي يشوفهم يقول متباعدين شويه عن بعض، ولكن هي الفكره ان هي الفتره طويله، 9 شهور في علاج الشعر، كان 9 شهور. يعني لسه في تصوير تاني اللي هي النهائي خالص، احسن من كده كمان النهائي. تمام. في سؤال مستفزني اللي هو ازاي اقنع بنت ان هي تمشي في الشارع من غير ما تحط فاونديشن وحاجات وبتاع والكلام ده؟
هو ازاي انك تقنعها دي بتبقى صعبة شوية، يعني هي دي ما بتقعد مع حد فاهم وبتدي يقنعها ويبتدي يتعامل معاها بالكورس العلاجي وتبتدي تشوف نتائج من هنا هتقتنع. لان انا عندي في العيادة بنات كتير كانوا برضو بيحبوا الميك اب وانت عارف بقى الجامعات والكلام ده، فاقنعتهم تماما ان هم يمشوا من غير ميك اب وتم يعني الحمد لله بيقتنعوا بده، بس اللي هو لازم مباشر يعني، اما عن طريق انك تكلمها حد مش عارف يقنعها ما بتقتنعش بسهوله، لازم حد متخصص في ده. هو مش مقتنع اصلا باي حاجه. والله بيقولي بيقتنع والله يعني. ما مقتنعوش استحاله. نصيحه اخيره. اتفضل. نصيحه اخيره. حد البشره تحافظ عليها ازاي حتى لو بشكل مبسط يعني؟ هي البشره المفروض كل انواع البشره بنستخدم كريم ليلي وكريم نهاري، والنهاري ده مهم جدا اللي هو الصن بلوك، مهم جدا في حياتنا. حتى لو انا ما بخرجش من البيت بعمل بغسل وشي بغسول مناسب للبشره، وبعد كده بنشف بالطبطبه، بلاش بمسح فوط وبلاش بالاسبونج اللي احنا نفضل نحك فيه البشره يحصل معانا عمليه احتكاك جلدي والتهاب، ده طبعا ممنوع تماما، يا دوب بالراحه كده وبالطبطبه، وبعد كده بندهن الصن بلوك ونقضي يومنا عادي. وبالليل بنعمل نفس الموضوع، بس بدل الصن بلوك هيبقى الكريم الليلي وما يكونش معرض للضوء. انت شرفتيني في الشويه الصغيرين دول، بس ان شاء الله تسلم. باذن الله احنا نقعد ساده مشاهدين حضرتك هتكوني معانا في حلقات تانية باذن الله عشان ان نكمل. شاء الله. بنشكر خبيره التجميل اسماء فهمي، وان شاء الله على وعد باللقاء مره تانية. ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع مع موهبه من بشكل خاص، فنان مصنف بدرجه كبيره جدا، استنونا بعد الفاصل.